قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلاده لم تبلغ بموعد الهجوم البري الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين. وأضاف ميلر أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن خطة موثوقة بشأن قرابة 1.5 مليون مدني نزحوا إلى رفح، واعتبر أن عملية واسعة النطاق ضد رفح ستكون لها آثار سلبية على المدنيين وستعرض أمن إسرائيل للخطر في نهاية المطاف.